الأقدار، تعبت من الأعذار والباقي في الأقدار، وحتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار. لما بدت تحكي صاحوا صاحوا بهالأشعار، والليل الليل مسح بظلمته حتى خبر الأسفار. ويا بيت يا بيت ارجع ارجع قلبي غدا محتار، وكم علي للنفس كم علي للنفس يشكي ويشكي من التيار. حتى السحب والموت عزف على الأوتار، حتى السحب والموت عزف على الأوتار، والناس شكوى وظلم والناس شكوى وظلم، والحياة أسرار في الحياة أسرار. وين الأهل راحوا وين وينكم يا أهل الدار؟ الدنيا تدور وتدور وتدور، وهذا النجم سيار وقت الحكم والحق الكل خلق أعذار. أسكم بسكم ظلم وترفيع، بسكم مسك بالثار، كلها بلا كلها بلا وكلها أقدار. رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار، رجعوا رجعوا يا أهل الدار. حتى حمايم الدار ناحت وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار وقت الأعصار. يا الله أصبحنا صباح الحمد لله. زوينة وزوينة زوينة، قومي يا بنتي قومي، بس ايش من رقاد انطي هذا من غبشه، خليني انام. ايه من غبشه، الله يهديش تو الشمس بتطلع، قومي بس ايش سالم بيصير البحر، قومي. بحر سالم بيصير البحر؟ هي يا بنتي بيصير البحر بيصير يصيد، قومي يا بنتي بعد وراش تحلبي الشاه، وبعد شنو تذهبي ريوق عن يتاخر. هي عمتي انا في حلم ولا في علم؟ في حلم ابوي في علم. شوفيها قومي يلا قومي يلا، بس ايش من رقاد بس رقاوم سالم، يلا بنتي يلا يلا. يلا سالم 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 سالم، قوم ابوي قوم قوم، بس اقم رقاد قوم، ما تبغى تسير البحر قوم يلا. قوم ابوي قوم. الوالدة صباحك الله بالخير. الله بالخير ابوي، قوم احنا يا ولدي سمعنا ابوي يبغى يستوي صياد، ها يحتاج انه يقوم من نص الليل ويجدد اموره ويشوف احواله. هي تو مالك مستغرب؟ الله يهديك، قوم يا ولدي شوف رزقك والله يفتح عليك ابواب الخير. لا خليش الوالدة يعني. هي أبوي تو انتي مثل ما قالت تاكلي عطينا، تعرفي ترى اليوم سالم ولد عمي بصير يشتغل في البحر، شفتي أنا كنت عارفة أن قلب عمتي كبير بتوافق، ويا ريتها بعد توافق توسع صدرها عشان حمود. يوم هذيك المرة توافق عن حمود بطعمش من القد بدل ربطة ربطتين. أصبحنا وأصبح موت الله الواحد الأحد. يلا أحسنتي جزاك الله الخير. أحسنتي أحسنتي بنت العم، أحسنتي جزاك الله الخير. الوالدة أترخص راني دعيلي. الله يحفظك
ويوفقك يا ولد. عسى الجميع ان شاء الله. لا اله الا الله رسول الله. سالم صباحك الخير معلم. صبحك الله بالخير والنور. ها يا ولدي وين سار من الغبشه؟ سال البحر شويه. خير ان شاء الله مو هنا. من اليوم رايح بشتغل ان شاء الله بعيد شويه في البحر. بسرعه ان شاء الله بعيد في البحر ان شاء الله. زين يا ولدي زين. الله يوفقك ان شاء الله. يوفق الجميع. انا بعد بسير المسجد شويه بقري لي كم من سوره لغايه اذان الفجر. اسمح لي ترى يمكن متاخر علي شويه. اسمح زين لي. زين يا ولدي سير موفق ان شاء الله موفق. يا الله يا كريم أصبحنا وأصبح الملك لله. شو سالم متأخر يمكن ما بيجي. ما أدري اقتنعت والدته ولا لا. يا الله المهم أنا راح أشوف شغلي. يا الله يا الله توكلنا على الإكرام وأن الله يحب المتوكلين. يا الله مو ذي الحالة بغى أخفي ما جاني غفاي. عقب حتى ويدق قهوة حتى ويدق قهوة إلا في هذا البيت هذا. واحد استبليت كان حارب لي استبليت. نعم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ود عمك الثاني مقام من رقاد أسير قومه. يوم يشبع يقوم وحده بس اخاف يتاخر عن شغله. مره ابوي يسمع يقول صاحب شغل وصاحب محلات ودقاكين وماليه. المهم انه يشتغل ما جالس عن غير. عقب حرصي اي عيش ولا اي تكنش دخل خسر. ابوي بدل قصر قصرين اسوي لها بدل قصر قصرين. كان حمود مولع بست انا. ما صباح الخير. ما شبعت زعلانه. ما انت بعد زعلانه علي؟ اهون عليش تزعليني يا امي؟ كان ولدي الصغير حمود اللي تحبيه ويحبش. ما شيمة كان في شيمة. لا تحرميني من عطفش وحنانش مرضاش. زوينة قولي لها قولي لها. عمتي يلا عاد سامحي. تعرفي عمتي اليوم حمود ما أخذ روزية من شغلة وحالف نش تأخذيها. نعم إني حالف. نعم إني حالف. وهذا روزية قيبية. ماشي مخذيها خذيها علشان أحس إني ابتديت أشتغل عليكم وإني سويت رجال يعتمد عليه. خذيها يا أمي خذيها الشيمة. ما طلعت تأخذها عمتي. عمتي ترجاش نش تأخذيها حتى يفرح ولدش حمود. ما خذيها يا امي خذيها قوش خذيها خذيها علشان احس اني ابتديت اشتغل عليكم. ولا تطش حاطلها مره من الصعنها ذا المرص وعذر. تقعي واي
في الدرس؟ وحدي ما عارف مو يستوي في المزرعة هالليل. أبي إيش هناك إيش يستوي في الطبيعة؟ الهوش الهوش يا بنت الحلال، كل ما قالهن يوم ينقصن. وأبوي ينقصن ومو ينقصن. ليش عرفني مو ينقصن؟ كل ما جي أسأل ثانوي يتحقق لي. مرة وين يقول لي الذيب ياكلهن، ومرة يقول لي اللي تصير الرعي ما ترجع. ليش عرفني بالمواضيع؟ أبوي هنذيب هذا أبو سالم الله يهديك هنذيب. وبعدين أنا وحدي ما سمعت بو تصير ترعى ما تحيد الدرب ترجع. ما واحدة وثنتين. كم؟ ثمان كعادة. يا ربي ينحرن يكون بو سارقنهم. بسك ما تصير بعيد. أما أنا عن ثانوي ما تصير بعيد، هو شاك فيه هو سارقنهم. لا إله إلا الله، لا إله، حرام عليش الظلمي هالرجال هذا، حرام عليش دومش ظلمه هالرجال. بس هذا إنسان فقير مسكين، على الله ومن ثم علينا، وأنا عارفه ولو إن ما يشتغل عندي في الطوي كان قلت هي نعم هو اللي سرق، لكن أعرف رزقه على الله سبحانه وتعالى. انزين يوم مسكين وفقير عقب خبرني هيني سيرا. تسأليني وأنا مو دراني هيني سيرا، لكن بيني وبينش اليوم ساير الطوي وفي الليل وأعرف إيش اللي يستوي فيها هناك. إذا عقب مرة واحدة على دربك يخطف يكون على عيد ومحبوب يصير بياك. نوبة زين هو ذا الشور، على الأقل نستوي ثلاثة. يلا أنا ساير عني شتو. حفظ الله. اقعد. تو ناصر ما قال انا الحين تو بجي بسير زريبه، تو بجي ما بتاخر حيتاخر. انت حل مو خايف؟ حل مو خايف كذا؟ انت برجال وامو. كيف انا خايف؟ انا ما هيش خايف، ما خايف، لكن هو قال تو بجي ما بتاخر، تاخر اشوفه. صار زريبه وتو بجي. بعدين حل مو تخاف كذا، قوي عمرك. أنا كنا أسمع صوت حد، صوت ثواري ما الحد هذا. إي والله كنا حد مار. اسمع يا حبوب، أنا أقوم أسير أدور من هناك، ها ليكون ألقى ناصر ولا يمكن واحد ثاني نمر. كيف تدور؟ أبوه مالك خايف كذاك؟ مالك خايف كذاك؟ ترجال بطل عيونك وقوي عمرك. إيه أنا ما أخاف، سير خلي يجي هنا. لا صدق انا ما فلعت الا راسه. ها بس اخاف هو يفلع لك راسك مو انت. خليها انا. صلب عمرك زين ان شاء الله. سير يفلع لي راسي. هيا انا خلينا عقب انا حاج جايب معي قذف. هذا القذف حاج جايب لنا معي. هيا نعم من هالنخله انا جايب لنا فدعه منا. فدعك في الليل؟ في الليل انا ما افدع في الليل، اكثر شيء ما افدع. محبوب مالك خفت ما خفت. ولو انك قوي ما خفت. طب عمرك وخليك رجال وبطل عيونك زين. بطلنهن من قال لك انا خفت؟ تو انا حاليش وافقت على شوره، حاليش وافقت على شورهم. اخاف يكونوا اثنين بدل واحد. والذيب هناك المصيبه. أبا يا محبوب جاكل موت وانت في حال شباب. كيف أخويا علي يقول حاجة. أول مرة يا جماعة الخير أسمع أن شيء
جن سرقوا غنم. يا المقارف يوم انك شفته ليش ما قبضنا من رقبته؟ اسمع انت، تبغاني انا اقبض جني؟ مو تبغى يقتلني ولا ايش؟ انت ولا شفت عيوني كيف يطلع منها شرار؟ والله كان سكت ما تكلم. حصلونا يا شايف سنوره اسود يطلع عندنا. سير انت سير سير، ما عندك شغل. صدقه ثانوي، لو انك شايف جني يا محبوب كنت بتصبح الصباح بالقهوه؟ اذا انتم ما تصدقوني انا بقوم اشتغل عليكم، بصير حالة ناس الحين. عشان جمع معزمين كل معنا اتفاق. يديك بتسويها كان فيني. هين صرت؟ تأخرت؟ صرت القهوة. شوف المسألة فيها ترى اتفاقة، وأخاف يجون اتفاقتهم. أحسن توقف كم بين يوم. نتوقف؟ لا، حرب حرب. بعدين إذا توقفنا ترى ما مصالحنا. وكيف ما مصالحنا؟ إيش تبغاني نسوي كم الجراد أبو شاوية نفسه؟ وإذا شلوا الهوش وودوه مكان ثاني، بعدين خلق قم سير دور. تعال إحنا رايحين بالنا. هيكون يجيبوا لنا قافر ويشوف أثرنا بحت. عندي. ايش هي؟ قول شيمة. نحرق الاخضر على اليابس ونخبصها نخليها صافية. اسمع انت، باغين الدرج عن البرد من ورا، وايش نستفيد يوم نحرق؟ نستفيد من الهوش. وكيف نستفيد؟ تراهم بيحترقن كلهم بعد. ومن خلك انه بيحترقن؟ الهوش لما يحسن باللهيب بشردن، ولما يشردن انت تعال من هنا وانا من هناك ونشلهن، ولا من شاف ولا من درى. كلامك صحيح، ومبرة بعد تضيع الأثر. ها، مو قلت؟ مو قلت بعد، قلت صار. محبوب حريقة في وين؟ في مزرعتك. في مزرعتك. في
زرعتي حرق. لحظة جاينك. قوم 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 اللي يشوفونا هنا خلنا نشيلهم هنا يجي تبعونا ويشوفونا قوم خلنا نشيلهم يلا بسرعه قوم يلا هانوي مو ذا الجنون ما حيدك ذا اول مره اشوفك تغلط يمكن يجيبوا قفار ويشوفوا اثرنا ويتبعونا تو عالي لا شليناها هنا هنغيب فيها انا من رايي ان نخليهن احسن لنا انا بصراحه انا ما مطمن مطمن يمكن يستوى فينا مثل ما استوى فينا في المكان اللي كنا فيه قبل لا تخاف تو انت مو مخوفنا يعني كل حد شافك اللي مخوفنا السكين سكيني طاحت هناك ما اعرف كيف طاحت من ايدي ما اعرف سكينك سكينك وحاشر الدنيا كنا ما حد عنده سكين غيرك سكيني معروفه كل بهالبلاد من يوم جيتها شافوها عندي كلهم شافوها في يدي دائما يشوفوها عندي معروفه طمن سكينك تلقاها تو تحت الرماد المزرعه كلها احترقت بعدين تخلى عنك هالوسواس هذا سير نام واحلم احلم باكر ان شاء الله يوم نبيع الهوش وهنتقاسم الغوازي والله شي اقول لك انا بصراحه شاك وما مطمن من اللي ما يخاف ربه؟ من اللي سوى هذا الفعل فيك يا ابو سالم؟ انت ما تستاهل يا ابو سالم، ما تستاهل. من اللي سوى هالفعل؟ من كله من طيبته الزايده خلى اللي يسوى واللي ما يسوى يطمعوا فيه. اللي سوى هذه الفعله ما بينجي من عذاب ربنا، اكيد في يوم من الايام بيطيح بدين الحق. يا جماعه الخير انا ما حيدني اذيت انسان حشا يا ابو سالم ولا حيدني اذيت مخلوق. عزيز ايش اللي يخليهم يسووا بك ذا؟ ليش يا ابو سالم انت ما تقول ان في حد سرق الهوش؟ نعم اكيد اللي سرق الهوش سوى هذه الفعله علشان يخفي الاثر مات لك يا جماعه ويحرق. هاي فعله شياطين اعوذ بالله من النفوس اذا غوت. يا ابو سالم قوم سر البيت ارتاح احسن لك، انت تعبت واجد والله يساعدك. قوم هين انت حين هاي بس سكين ثانوي. ها هاي سكين ثانوي فين حصلتها يا محبوب؟ لقطها حصلتها والله. هاي سكين ثانوي انا شايفينها مع هاي السكين. اي بس يا جماعه الخير ثانوي ما كان معنا يوم طفينا الحريق، ما كان موجود. انت ما تقول ان ثانوي ينام في المزرعه؟ صحيح عقب هين صار يوم صارت الحريقه. ايه تعالوا يا جماعه الخير
كيف هالسالفة راحت من بالنا؟ أنت ما تقول إنه ينام في المزرعة؟ أما هذه سالفة زانوي، هذا الإنسان اللي أنا شغلته عندي وعايش وسط أولادي يسوي فيها الفعايل هذه كلها؟ وليش؟ ليش؟ تو أنتوا حاشكنا قاعدين تتكلموا بدون فايدة، خلينا نصير نتقصى عسرة نشوفه. لو بنت الدهق هين يصير نتقصى عسرة؟ هين نعرف هين ولا هين صار هين غاب؟ أنا شاك، أنا شاك إنه هو في خرابة الوادي. كم مرة شاف إنه هو يمشي هناك؟ كم مرة؟ ها؟ في الخرابة؟ هي نعم. يلا يا جماعة ايش تنتظروا؟ يلا يلا يلا, يلا, يلا قم حدش قم. القدم حدش اللي مقشاع وحدش اللي هيب. خلا يلا انت لب مرة صدقت هذا الدهيج انت؟ لحظة يا جماعة، لازم نتبع اثره. معلم حميد. نعم ابوي. انت انسان تعبت وكسر الله خيرك ومشكور، روح البيت الحين وارتاح. يا ولد الحلا خلنا اجي وراكم. احسنت، جزاك الله خير. يلا يا جماعة يلا, يلا يا جماعة زي بنشوف من فين الدهيج. خلا يلا بنشوف بنشوف هناك بنشوف. خلا أنا أجيب علي مرة واحدة. لا 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 يا سلامين، لا أنا عندي شهور هاي أول واحد يروح منه يتأكد، ها أه؟ وبعدين يرجع يخبرنا. إيش رأيكم؟ صح صح. إيش رأيك محبوب؟ صح صح. بس أقول أه؟ لازم في واحد خفيف منه وواحد خفيف، يعني أعتقد إن محبوب أصبح واحد اللي تشوفه. صح 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 محبوب. وخلي جنات سير أنت ولا هذا كان لا تصرخ. خايف أنت؟ خايف أنا؟ خايف يا جماعة الخير، الحين مو وقت السوالف هذه. اذا ما حد منكم بيصير انا بروح. لا لا يا ابو سالم، اذا كانت المساله كذاك انا اقوم اسير. نعم لا لا لا, لا, لا انا خلوا علي. لا خلاص خلاص خلاص، لا انت ولا هما، انا بسير واملي وامري لله. لكن عاد اذا ما جيت عاد تعالوا لي. ما عليك بس والله خبرك موجودين ولا فيها فيها اشوف انا. شوي 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 يا بالك يا بالك شوي 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 انا شوفوا. هوش 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 هناك الهوش. لا اله الا الله، ما مهم الهوش، المهم شيء حد هناك ولا لا. سير لا ما شفت حد. روح تاكد، تعال خبرنا. بعد هاتين مرات غير سير تاكد اذا شيء حد ولا لا، مو باقي بالهوش. شوي شوي عاد الله يعلم، هذه المرة عاد الله يعلم. لا اله الا الله، انك خواف خواف. على راحتك. ها ثانوي واحد نايم عنده. ها سمعوا يا جماعه، متاكد انت سمع يا عيد؟ سمعوا يا جماعه. سالمين خليك معي معك. سمعوا نهجم عليهم. اي ها اي متاكد بعد الهجوم بس شرط. اي عندي شرط، ثانوي خلوا علي لا احد يمس منكم. خلاص صار ها يلا يلا يا جماعه.
نعم.